نحن هنا في الخامس من يوليو لعام 2020 في هذه المزرعة. هناك شريك لمؤسسة ACT إندونيسيا في هذه المزرعة التي تحتوي على المئات من الأضاحي من العجول والخرفان التي سيتم ذبحها إن شاء الله في عيد الأضحى المبارك 2020. هذه الأضاحي من الخراف والعجول تم معاينتها ومطابقتها بالمواصفات والشروط والمعايير الشرعية والصحية ليتم ذبحها في عيد الأضحى 2020 وتوزيعها على مستحقيها من الأيتام والأسر الفقيرة والمحتاجة والمهمشين. كل الشكر والتقدير لمؤسسة ACT إندونيسيا وللشعب الإندونيسي وكل المساهمين في هذه المؤسسة وكل عام وأنتم بخير.